أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا لارتيستو. نذكركم ان الحلقة هذه تتعدى كل نهار سبت مع 8 تعليل عشان اليوتيوب متاعنا. باش تتفاعلوا معنا تنجموا تخليونا مساجات وإلا تبعثونا دي ميساج على الباج فيسبوك متاعنا وإلا تخليوا دي كومنتر على الشان يوتيوب. في الحلقة معنا اليوم معنا رابر من جزيرة جربة، معروف عنده شعبية كبيرة، عنده أغاني ناجحة. نستقبلوا معنا مروان بي جي ام. عالسلامة وبيك أكثر سواء. كنت تحكي لنا مروان كيفاش كانت بدايتك مع الفن؟ بدايات الناس الكل بديناها بفيديوهات صغار على الفيسبوك، عجبت الناس وكل شيء. بعدين بشوية بشوية قلنا خلينا نجربوا نسجلوا ونجربوا ننشئوا، والحمد لله لقيت روحك معنا. الحمد لله يا ربي لاباس، ما زلنا كل مره نعملوا حاجه ونطمحوا لحاجه اكبر. ولا مروان كان تحكي لنا على اول تجربه ليك، يعني اول اغنيه تسجلها؟ اول اغنيه بالضبط الحق متاع ربي نسيت، ما عندها 2015 2016 وقتها حبيت نشوف معناها استوديو والجو ديما خاطر نبربش، عرفت؟ كنت انا عملت ما كنتش عامل منها رسمات، من بعد قلت خلينا نشوف استوديو خلينا نجرب. دخلت الاستوديو كي خرجت غنيه الاولى الحق متاع ربي نسيت عشان هي فهمت نفكر لا نسيت انا اول غنيه بالضبط، خاطر بالرسمي برشا اغنيات فهمت، واصلا يمكن اول ثلاث اغنيات طيشتهم في الزبله معناها ما كريبرتوار يعني الحمد لله. كيفاش عندك من غنيات؟ طيب يمكن على اليوتيوب سمع 20 اكثر شوي في اليوتيوب، مازال بنسير الانتاج ديما موجود. شكون اللي شجعك مروان باش تبدا باش تكمل في الدومين هذا؟ شكون اللي اكتشف فيك الموهبه هذه؟ حد وحدي. كيفاش كانت البدايات نتاعك؟ انا اكتشفت روحك عندك الموندو هذا، كيفاش اكتشفت اللي تنجم تواصل معنا في الدومين هذا؟ من الاول بالكل مغروم بالكتيبه معناها في العربيه ديما الاول نكتب شعر، نكتب سلام، نكتب خواطر، كل شيء سيناريوهات كل شيء. بعتلي مع الاولاد بشوي بشوي عرفت من القلق نعملوا جروب نتلمدوا نعملوا فيديوهات فاينز صغار. معناها مغروم بالحاجات هذه. بعتلي من الكتيبه نتاعي مره جربت عملت اغنيه نفكر في الليسي على الاساتذه نتاعنا فهمت كل شيء. معنا جت حلوه شجعوا لا متاع ضحك فهمت حاسيل وكاو عند بعتلي من وقتها قلت بشوي بشوي ومغروم بالريفرا وبالشون صوتي باهي وكل شيء هكاو بشوي بشوي لنا تطور كل مره نقدموا حاجه. شكون اكثر واحد شجعك باش تكمل في الدومين هذا؟ في الاول ما ثماش تشجيع بالكل، ما كيفاش يقول لك ما صدق الا من عنق، معناها ما ثماش تشجيع بالكل. بعتلي كي عملت واحد وكورجت كي سجلت أغنية الأولى معناها اللي هبطت في اليوتيوب، أول أغنية سجلتها في صفاقس عند الجنرال تحية ليه معناها وقف معنا بالرسمي وقفة مديحة. ولا كي سجلت الأغنية هاكي وهبطت بكليب وكل شيء الناس شافتها قالوا لي حقها في التلفزة وكمل وكوراج زادوا شجعوا وبش وقتها بشوي بشوي عملنا الاسم. أكيد ثم شكون وقف معاك حتى ينجم يكون ولد دومان ولا حتى من ثم شكون ثم صحابك ولا تحومتك من الفامي ثم أكيد شكون وقف معاك الفامي إن شاء الله يجي منهار ويقول لي شجعوا. مازال ما مش مقتنعين برشا بشيء شوف فيه معناه تضيع وقت وكل شيء. ما الاصحاب ينسير وباش ما نجبدش الاسامي باش ما ننسى حد. ثم الاصحاب بالطبيعه وقفوا ولاد كلاسيك بل ولاد حومتي الناس الكل في استوديو واقف معايا جربه برود اللي تصور لي كيف واقف معايا الناس الكل معنا. مروان كان تحكي لنا على اول مره طلعت فيها اون بوبليك، يعني طلعت في رسان وتغني اول مره في كومبيتيسيون وقتها في دار شباب. كومبيتيسيون حسيلو تراك رهيب غريب عجيب اغنيه بلاي باك وانا ونغزر ثم عالم تونس بقيت واحد نغزر له غادي ولابس الجينات باش ما يشوفش عينيه الغنية في شنو؟ لا بلاي باك الحمد لله يا ربي جات بلاي باك معناها فهمت واقف سامبا لصق ميكرو فمي حتى الكلمات نسيتهم من كثرة وهي غنية واحدة وقتها مسجلها فهمت وجيت وقتها ديزاين بلاس اما كان مش من ليفينمون هيك راه مش ليفينمون اللي بعدها نجي بريمير بلاس وناخذ برشا شهيد وجوائز. حسيت بالتراك رهيب تراك عنيف بعتلي ممكن بالطبيعة ديما لكل كيفاش يقولوا فيها ديما ثم البدايات معناها ديما مرة الأولى ثم تراك وكل. مروان أنت اليوم فنان عندك شعبية كبيرة في جزيرة جربة، أغانيك معناها الجينيراسيون قاعدة تغني فيها ساعات نسمعوا حتى برا في الشارع معناها نسمعوا في أغنياتك معناها يتعداوا. تعتبر روحك اليوم عملت با باهية، تعتبره نجاح هذا؟ خطوة صغيرة، مي أي خطوة تعملها ديما فيها البليس.
احنا طامحين لاكثر من هذا برشا. وسنا الحمد لله يا ربي ما انا حاجه تفرح باللي باش يكون حاجه تفرح حاجه تفرح زاد انك تكون شاب طموح وتطمح انك تقدم. الحمد لله الحمد لله وان شاء الله. انت جات رياض بعدت عن الموسيقى جمله واحده يعني بعد خلينا نقولوا بطلت الفن. صحيح. شنو هي الاسباب؟ صحيح ثم شويه اسباب خاصه وشويه اسباب بون اسباب باش ما نكذبش عليك عادي عاد باش ما نكذبش عليك. وقتها الوالد ما رفض الفكره 100% وصارت مشاكل وفرد وقت معناها كمل مع المشاكل مع العائله صارت مشاكل في الشان في الشان يوتيوب بعد ما كبرت وكل شيء معناها جت فيها دي كوبي رايت ما كناش نعرفه معناها كنا نهزوا في زانستريم اليوتيوب وكل فمعناها جتني كي شوك وقفت شويه وبعث لي رجعوني ولاد حومتي وشجعوني وعاودنا رجعنا. السبب اللي خلاك تعاود ترجع من الاول وجديد غرام غرام ما تنجمش تنحيه الغرام ما تنجمش تنحيه اكيد حتى أكيد. وقت اللي بعدت معناها انا عبيت الريبرتوار في الكراسه معناها كتبت برشا اغنيات وكل. مروان اكثر اغنيه تعتبرها ناجحه في كاريرك؟ ما فماش اكثر اغنيه ثم اكثر اغنيه تعجبت الناس اغنيه ما حبوناش مثلا في الـ في الـ في الـ في جماعه التلامذة عجبتهم اغنيه الباك اللي اكثر واحده فيها نسبه مشاهدات ثم اغنيه جربه زاد محبوبه برشا ثم كل اغنيه عندها ناس اللي تحبها معنا. واكثر اغنيه تعز عليك شنو معناها عندك ليها معزه خاصه هيك؟ الاغنيه الاولى اللي سجلتها في ساقس خاطر صارت فيها برشا كوارث. الاغنيه الاولى معناها فيها برشا طرايف في الرحله غادي نجم نعرفوا شويه طرايف. حسبت حساب نتاع فلوس مشيت على اساس معناها عندي حق المشي والمرواح التسجيل مصروف. انا وصلت غادي صعب باش نكلمه التليفون تاع شارج درتها صفاقس كامله ما لقيت حتى قهوه فيها شارج. وصلت سجلت وكل شيء باش نروح ما في باليش لي تاكسي بالبلاصه وكل فهمت خذينا تاكسي كونتر كلفت لنا الحمي هو روحنا ما عنديش باش بنروح كان بسترجل معايا مولا لواج تحيه لي معناها اي حسيلو تشرد ما نعرفه حتى شرد تشرد المهم سلكتوا الحمد لله ونجحت الاغنيه والحمد لله الحمد لله الحمد لله. مروان عندك حاجه جديده قاعد تحضر فيها؟ عندك حاجه جديده قاعد تحضر فيها؟ فما كليب في بالي قاعد فما برشا حاجات قاعد يطبخ وبينتو بينتو ان شاء الله اغنيه نعطيك اسمها امي ان شاء الله تصوير جربة برود تحيه سي رمزي وتحيه للجماعه الكل تحيه ليك زاده وللممثلين ندى ويوسف وكهو حاجه باهيه باهيه ان شاء الله في اقرب فرصه ما نحبش نعطي دات ان شاء الله في اقرب فرصه جمعتين ماكس ان شاء الله. دونك مروان اليوم ما نجموش مثلا انت ما ترش روحك نجم تطلع في مهرجانات هنا على المستوى المحلي مثلا نحكيو على جزيره جربه يا سيدي مش لازم نحكيو على تونس معناها اون جينيرال نحكيو على جزيره جربه. جربه علاش دي زوفر جاوك؟ جربه الحمد لله يا ربي الايفنتات الكل تقريبا نادوني ديما يكلموا فيا انا معناها. نحكي لك على مهرجانات. مهرجانات ثم فرحات يمون هكا شاركت فيه. البقيه كانت باش تجي سيف عام منور اقتراحات جوبه هي لما المشكله الكورونا ربي بعد علينا فهمت. غنيت حتى في مسرح جرجيس غنيت جت باش نجي وقتها باش نغني في تونس العاصمه توفى الباجي قايد سبسي الله يرحمه فهمت معناها ثم لا الحمد لله ربي نحرك وموجودين العروض والخدمه هي اللي تجيب كل شيء ان شاء الله. مروان ان شاء الله نشوفوك في بلاصه خير من هكا وان شاء الله نشوفوك نهار اخر فنان ناجح اكثر من اللي انت ناجح زاد اليوم ما شاء الله عندك كارير هنا في جزيره جربه نحب نشوفوك معروف ايضا على المستوى نخدم عليها بحول الله وثم فتات مع ناس من تونس وناس من برا من تونس وثم خدمة جاية استنوها حاجة نار خلي الكلمة الختام مروان تحب تقدم تحية مرسي للناس اللي تتبع فينا الكل مرسي اللي كنت على استضافة سي فارس بارك الله فيك ورغم الإحراج شوية مسالش فهمت وكهو استنوا الحاجة الجديدة على قريب إن شاء الله لا مش مشكل ما عندك حتى مشكل دلالك على خالك وكهو شكرا لك مروان مرة أخرى. اليوم وصلنا لختام حلقتنا نذكركم أعزائي المشاهدين اللي الحلقة هذه تتعدى كل نهار سبت على اليوتيوب متاعنا مع 8 تاع الليل. دونك مروان خليك في الختام في فريستايل ولا تحب تغني غناية ولا أوكي تفضل. أي بيجي مروان و جربة براد وقت استحقونا الذكر ولحنا ناس خايبين كيما حكيت علينا وقت استحقونا الذكر ولحنا ناس ساقطين كيما هدرتوا فينا اعظم من حالة تونس حالتكم حالة شاذة اعظم ميروب من الهم ومخاخكم فاسدة شربت السم والسم تكتب
ذبحت حروف قبل ما الكلام هرب وكتبت كتبت كتبت عبيت تكتب تعبت تعبت من حاجة اسمها تعب حب اي الحب الحب روحي مشيت مشيت في طريقي طموحي بلاد تحتي ما تونس باش تفكرك من الاخر في كلامك نشوف البوبل نتذكرك بلاد تحتي ما تونس باش تفكرك من الاخر في كلامك نشوف البوبل نتذكرك.